الكاتبة الدكتورة هديل طلال، دكتورة في العلاقات الدولية. سر الأبواب هي الكتاب الروائي الأول لها في تجربتها الكتابية. طبعا يعني هاي التجربة أولى يعني في كتابة رواية. طبعا أكيد حسب ثقافة كل متلقي، يعني أكو بعض المتلقين يحبون الروايات الواقعية، يعني بعضهم لا يحب خيال واقع. الفكرة هي باطن الإنسان ليش موجود، ما هو سبب وجوده. فلذلك أنا خليت بعض الحكم من رجل صالح، أنا إذا أريد أوصل حكمة إنسانية، فكر عدل ممكن الإنسان يقدم بلا مقابل، أنا هذا كان حقيقة هدفي من الرواية. إن شاء الله يا ربي دائما مقهى قنطرة موفق في لقاءاته الدائمة مع ضيوفه، وشكرا جزيلا إله. طبعا اليوم النشاط هو حفل توقيع روايتي الأولى سر الأبواب، ويعني إن شاء الله يا ربي يكون الرواية هذه عند حسن ظن الجميع. اليوم حضرنا أمسية للدكتورة هديل طلال، رواية تتحدث عن أجواء وفضايات الربيع، وبها مواضيع أخرى. كانت أمسية جميلة جدا، وطبعا هاي وهي الرواية لتوقيع إصدار كتاب جديد اسمه سر الأبواب، يعني عنوان الرواية هي سر الأبواب. فحضر جمهور من مثقفي محافظة نينوى لدعم المسيرة الثقافية في هذه المحافظة. شكرا لقناة الموصلية، شكرا للكادر المبدع الذي يغطي جميع النشاطات الفنية في محافظة نينوى.